فين في الشمس وفي المطر لغاية ما ديل انتهى في راس بتاعكم كله. This is the only day. But ده مقابل للسلام. Your Excellency. السادة. General عبد الرحمن. أو السيد. عبد الفتاح. الجنرال. البرام. عبد الفتاح البرهان. Chairman of the Transitional. رئيس Sovereign Council of the Republic of Sudan. مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان. Your Excellencies, Head of Government. السادة رؤساء الحكومات. And head of states and رؤساء government. الدول ورؤساء الحكومات. All the invited guests. كل الضيوف المدعوين. General Mohamed Hamdan Dagalo. الفريق أول محمد حمدان دقلو. Deputy Chairman of the Transitional. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان. دكتور عبد الله حمدوك برايم مينستر اوف ذا سودان. دكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان. And chairman of the IGAD. ورئيس الإيجاد. Excellency موسى فكي محمد. السيد موسى فكي محمد. Chairperson of the African Union Commission. رئيس المفوضية الإفريقية. Excellency ستيفن كولونزو ماسيوكا. السيد ستيفن كولونزو ماسيوفا. Special Envoy. المبعوث الخاص. Of the Republic of Kenya to South Sudan. لجمهورية كينيا إلى جنوب السودان. Distinguished Foreign Ministers. السادة وزراء الخارجية. In attendance. Members of the diplomatic community. أعضاء الأسرة الدولية والمنظمات الدولية. Representatives of different Sudanese political parties. ممثلو أحزاب سودانية. Citizens of the Republic of Sudan. مواطن السودان. My fellow citizens of the Republic. مواطنية. في جنوب السودان السيدات والسادة. Good evening. مساء الخير. Today. اليوم. Today marks another milestone. يظهر تقدما آخر في تحقيق السلام. After a long and difficult negotiation. بعد مفاوضات صعبة وطويلة بين الحكومة الانتقالية ومجموعات مختلفة من المعارضة، كلهم اتفقوا ليوقعوا اتفاقية سلام اليوم. نحن جميعا سعداء أننا حققنا هذا الإنجاز برغم تحديات كثيرة في دولتينا. السادة، من كان يتخيل أن دولة مثل دولتنا تتعافى من الصراعات وتعاني من مصاعب اقتصادية، اليوم تكون جزء من معالجة مشكلة دولة جارة؟ الاحتفال اليوم بدد مخاوفكم. مواطنية، أرجو أن تكونوا فخورين لجهودكم بدعم وتحقيق السلام في السودان. المناسبة اليوم برغم التحديات لا تمنع أولئك الذين يريدون أن يفعلوا خيرا. تحدياتنا أعطتنا عزيمة للوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق السلام والاستقرار.
كما قلت في أغسطس عام 2020 خلال التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق أن وساطتنا نبعت من رغبتنا في تحقيق الاستقرار في السودان وبخبرتنا التي أثرت فينا ودفعتنا لرفض العنف. نحن أيضا نرى أن وساطتنا هي وفاء لدين لدور السودان الذي قام به والذي يستمر يقوم به كعضو في الإيجاد لتحقيق سلامنا. السادة، نحن لم نسير في طريق السلام لوحدنا، ولذلك نحن فخورين بالدعم الذي تلقيناه من الأسرة الدولية والتشجيع الذي رفع معنوياتنا. ولهذا أريد أن أشكر الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد والترويكا الذين دعمونا لدعمهم. دونهم لن يتحقق هذا الاتفاق. بهذا الدعم الداخلي لعملنا والخارجي أنا سعيد أن أعلن أننا أدركنا أن عملنا في السلام تم إقراره والاعتراف به بالفيدرالية العالمية للسلام، والذي أو التي رشحتني لنيل جائزة السلام وكذلك الحكم الرشيد. نعم، إنها شبكة من المنظمات التي تدعم عمل الأمم المتحدة في مناطق السلام وفي جانب أخرى إن وفدهم الذي حضر إلينا أنا أشكرهم للاعتراف بدورنا وأن يكونوا معنا هنا برغم جدولهم المزدحم ليحضروا اتفاق توقيع السلام. إلى زملائي، هذه الجائزة هي شرف لجهودي وجهودكم ولي تطلعنا إلى أن نعيش في منطقة آمنة. And his able team of mediators and support staff for the work they have done. وكذلك لجهود الوسطاء وللعمل الذي قاموا به. And by the way, Honorable Tut and Dr. Diaw. وبالمناسبة دوت و ديو رشحوا لجائزة سفراء السلام. وأنا أهنئهم بالفوز بهذه الجائزة كسفراء سلام دوت وديو مطوك. السادة، في الوقت الذي جعلنا هذا الإنجاز فخورين، أي ينبغي لنا أن نذكر
أخواتنا وإخواننا السودانيين أن العمل لم ينتهي بعد وليس هنالك وقت للتراخي وهنالك عمل كثير ينتظرهم. وكما كان ينبغي لنا هنا في جنوب السودان أن نضاعف من جهودنا لتحقيق السلام بالقدر نفسه. ينبغي للقادة السياسيين السودانيين أن يضاعفوا جهودهم للعمل مع أولئك الذين لا يزالون في الخارج. وينبغي للسلام أن يكون شاملا. وعلى هذا المبدأ أنا أحث القادة السودانيين لتحويل اهتمامهم لإحضار الحركة الشعبية شمال تحت قيادة عبد العزيز الحلو وجيش تحرير السودان تحت قيادة عبد الواحد محمد نور أن يأتوا إلى مفاوضات سلام. ونحن لن نتوانى في جهودنا في أن نستمر في تحقيق السلام. وكما قدمنا عرضا بمساعدتنا أطلب من السودانيين أن هذا الإنجاز هو نتيجة رغبتهم. وعليه وكما هم مصممون على أن لا تترك هذه الجهود شخصا آخر خارج العملية عليهم أن يضعوا في ذهنهم أن أمة متنوعة تسعى لصناعة السلام أن هذا السلام لن يكون مستقرا ما لم ينظر إلى التعددية ويأتي بالوحدة والوئام ويأتي بالوئام الشمولية وليس على الأسس التي تفرق الناس. إن تطبيق الاتفاق الذي نحتفل به اليوم ليس عملا سهلا خاصة مع الظروف التي تواجه السودان الآن. مع وضع هذا في الاعتبار أنا أنتهي هذه الفرصة لأناشد الأسرة الدولية والدول العربية خاصة كي تلتزم بتعهداتها لدعم تطبيق هذا الاتفاق في السودان. Sudan needs significant financial resources
السودان يحتاج إلى مصادر مالية جوهرية لمعالجة القضايا التي بسبب تدبير الحرب ويحتاج إلى تنمية ومخاطبة جذور الأزمة. وكما نحن نحتفل بهذا الإنجاز في تاريخ السودان، أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لشعب جنوب السودان والأسرة الدولية أن إجراءات السلام برغم التحديات on governance, for example, the setting up of the executive structures at both national and subnational levels of government is almost complete. أنه على المستويات الحكومية is the agreement among the different stakeholders قد اكتمل on the allocation of leadership positions in a handful of counties. Once that is done, we will have completed أن يتم التنزيل السلام على كل المستويات القاعدية، وعندما يكتمل ذلك أو عندما يحدث ذلك سيكتمل السلام. The structure and composition of the legislature at the state level إن have already been agreed. تشكيل المجلس التشريعي على المستوى القومي تم الاتفاق عليه، وقريبا سيتم تشكيل المجلس التشريعي للحكومة bicameral legislature consisting of reconstituted transitional national legislative assembly and the council of states. We are also on the way of نحن أيضا في طريقنا passing out the first batch of our joint unified protection units. That will be the nucleus of الوحدة المشتركة للحماية South Sudan Defense Forces في جنوب السودان SSPDF. Finally, أخيرا I would like to assure you all أريد أن أؤكد لكم جميعا that the SPLM أن SPLM وأنا to an irreversible process ملتزمون بالسلام والمصالحة resolution of differences through dialogue ومعالجة الخلافات عن طريق peaceful, الحوار non-violent democratic means واستخدام الوسائل الديمقراطية السلمية غير العنيفة it is my hope لتحقيق الأهداف groups with whom وأتمنى we share the government أنه مع المجموعات المعارضة التي نشاركها الحكومة who will hopefully join us soon via the Santo Egidio كي ينضموا إلينا قريبا also subscribe to this vision. Thank you very much وكذلك and may God bless في هذا الإطار all of you. نشكركم وبارك الله هكذا فيكم خاطب شكرا الرئيس الفاكير ميردات رئيس